السلام عليكم ورحمة الله. كيف هو حال الديمقراطية في العراق؟ وهل دخلت مع قوات الاحتلال وعلى ظهر الدبابات يوم 9 نيسان 2003 كما يدعي البعض؟ هل الفضل للأمريكان بأنهم حرروا العراقيين وعلموهم ممارسة الديمقراطية؟ أم أن الشعب والنخب الدينية والسياسية هي التي فرضت هذا الخيار على المحتل؟ كيف يمكن تقييم التجربة الديمقراطية بعد سقوط النظام البائد؟ وما هي انعكاساتها على دول الجوار العربي؟ لماذا يتخوف بعض العرب منها؟ هل سقطت النظرية القائلة بأن العراق لا يتوحد ولا يحكم إلا بالديكتاتورية؟ وما هي آخر مستجدات العملية الانتخابية الأخيرة؟ الديمقراطية بنسختها العراقية موضوع هذه الحلقة من برنامج ساعة عراقية. ضيوفي الكرام، معي من بغداد سماحة السيد علي العلاق، عضو ائتلاف دولة القانون، ومعنا من بغداد أيضا الأستاذ محمد حسن الموسوي المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي، ومعنا من بغداد أيضا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صباح زنجنة. مشاهدينا الكرام، نبدأ الحوار بعد مشاهدة هذا التقرير. مشاهدينا الكرام، نعتذر عن هذا الخلل في التقرير ونبدأ الحوار مع سماحة السيد علي العلاق. سماحة السيد، أرحب بكم معنا في هذا اللقاء من لقاءات ساعة عراقية، ونبدأ الحوار من تقييمكم لوضع الديمقراطية في العراق. لماذا الديمقراطية في العراق متهمة من قبل بعض الأطراف، خاصة الأطراف العربية، بأنها نسخة أمريكية وبأنها دخلت العراق على ظهر الدبابات؟ الديمقراطية في العراق ليست حالة طارئة، بمعنى بعيدة عن حضارية الشعب العراقي، كفاءات العراق، تاريخ العراق، الوعي السياسي والوعي الاجتماعي في العراق. الشعب العراقي يمتلك كافة المؤهلات التي تؤهله لكي يكون شعبا ديمقراطيا ضمن دولة وإطار سياسي ديمقراطي. هذا الشعب ذو التاريخ العريق مارس الكثير من الجهود أو بذل الكثير من الجهود للوصول إلى الحالة الديمقراطية، ولكن كان هنالك عقبات كبيرة أمامه، منها وجود طاغية ونظام كنظام صدام الجائر الذي منع الشعب وأسكت الشعب لسنين طويلة، إرادة الشعب العراقي في إسقاط النظام لسنين طويلة، الجهاد المستمر لعلماء ومراجع الشعب العراقي، الحركات الإسلامية، الحركات الوطنية، هذه كلها أثمرت ضعفا كبيرا في النظام البائد، ساعدت على إسقاطه. فالديمقراطية هي إرادة الشعب وخيار الشعب العراقي وليست إرادة أجنبية. نعم، كما تفضلتم بالتقرير بالمقدمة، أن الأجنبي الذي دخل العراق وجد شعبا يتطلع إلى الديمقراطية ويمتلك مؤهلات الديمقراطية، فأجبر على أن يفسح له المجال في سبيل أن تنجح أو تنجح العملية السياسية في الشرق الأوسط. وإلا لو كان هنالك ظروف مغايرة لتغيرت المعادلة، ولرأينا ظروفا سياسية، ولرأينا توترات في المنطقة تختلف كثيرا عما هي عليه الآن. الشعب العراقي الآن يتمتع بكافة المؤسسات الدستورية والقانونية، ويمتلك القوانين التي تؤهله لأن يتقدم باستكمال بناء منظماته أو مؤسسات الدستورية، والانتخابات الأخيرة هي حلقة في ضمن البناء الدستوري وبناء منظمات الدولة على أساس ديمقراطي. طيب، إذا انتقلت إلى الأستاذ محمد حسن الموسوي. أستاذ الموسوي، أسمع رأيك حول هذا الموضوع، حول موضوع الديمقراطية في العراق. هل هي نتاج محلي أم أنها دخلت على ظهر الدبابة الأمريكية كما يسميها البعض، وخاصة المحيط العربي؟ وأتوقف معك أيضا عند هذه المفارقة، يعني كثيرا ما نسمع أصوات عربية تشكك بديمقراطية العراق، والمفاجأة أن هذه الأصوات تخرج من بلدان ومن أوطان يعني المواطن يموت فيها ولا يرى إلا رئيس واحد أو ملك واحد. كيف تقرأ هذه المفارقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحييك وأحيي ضيوف الكرام وكذلك مشاهدي قناتكم الغراء.
لعلني لا أبتعد كثيرا عما قاله سماحة السيد العلاق، أتفق مع كثير مما قاله، أتفق معه بنقطة أساسية جوهرية، أن الديمقراطية هي مطلب جماهيري شعبي عراقي، وهي نتاج للحضارة العراقية. العراقيون كانوا يتمتعون بتجربة ديمقراطية في بداية العهد الملكي، بل العكس من ذلك، المؤامرات الخارجية وتحديدا الدور الذي لعبته كل من المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية هي التي أدت إلى وأد التجربة الديمقراطية الفتية في العراق، حينما قاموا بانقلاب 1968، حتى قال أحد الكبار البعثيين وهو علي صالح السعدي، قال: جئنا بقطار أمريكي سائقه بريطاني وركابه عرب. الديكتاتورية هي دائما نتاج السياسات الإمبريالية الغربية، ولم تكن في يوم من الأيام نتاجا محليا مطلقا. تجربة الحرب الباردة التي كانت بين الاتحاد السوفيتي السابق وبين أوروبا وأمريكا والغرب هي التي أفرزت لنا الديكتاتوريات التي هي ضد رغبة الجماهير. نعم، علينا أن نتفق بنقطة من باب إنصاف الإنصاف، يعني أن أمريكا في عهد إدارة جورج دبليو بوش قامت بمهمة كبيرة وبخدمة كبيرة للشعب العراقي، حينما قامت بإزالة العقبة في طريق الديمقراطية، وهي تلك عقبة الدكتاتورية التي هي ساهمت، دكتاتورية صدام حسين ودكتاتورية حزب البعث التي هي ساهمت أساسا في تأصيلها في المجتمع العراقي. كلكم تتذكرون، يتذكر الجميع خيانة الولايات المتحدة الأمريكية للشعب العراقي بعيدة حرب تحرير الكويت عام 1991، حينما نهض الشعب العراقي في الانتفاضة الشعبانية، انتفاضية آذار شعبان التي نعيش هذه الأيام ذكراها. طبعا أمريكا وقف المتفرج وهي ترى دبابات وطائرات النظام الغاشم تسحق المواطنين. نعم، أمريكا كفرت عن ذنوبها بإسقاط نظام صدام حسين، لم تأتي لنا بالديمقراطية كما يدعي بعض الأعراب، بل أمريكا أزالت فقط العقبة أمام الديمقراطية، والديمقراطية مطلب جماهيري شعبي عراقي، ليس في العراق فحسب بل في المنطقة. وأنا مثلك أيضا أستغرب من أن تأتي الانتقادات للتجربة الديمقراطية من بعض الدول في المنطقة، لا سيما الدول العربية التي تئن من ويلات الدكتاتورية، سواء كانت دكتاتورية العسكر أو دكتاتورية المشايخ التي نعرفها الذين يتوارثون السلطة بدون أي تجربة ديمقراطية. نعم، لو جاءنا الانتقاد من دول ديمقراطية لقبلناه، لكن نحن نقول لهم رغم انتقادكم للتجربة الديمقراطية في العراق، فالعراق يتقدم بخطوات نحو الأمام. صحيح تجربتنا الديمقراطية غير مكتملة، صحيح لدينا أخطاء، صحيح لدينا تعثرات، لكن الشيء الذي يجب أن يعرفوه أن سكة العربة وضعت على السكة، وأن العراقيين إن شاء الله ماضون قدما لتحقيق نموذج من الديمقراطية تنعم به شعوب المنطقة بالخير والسلام. وأنا فقط هنا أريد أن أقول أن المنطقة فيها تجربتان الآن ديمقراطيتان حقيقة: تجربة الجمهورية الإسلامية التي تقوم على مبدأ التعددية والتداولية الموجودة في إيران، وكذلك تجربة الشعب العراقي، التجربة الديمقراطية التي باتت تمثل أملا لكثير من شعوب المنطقة. طيب أستاذ صباح زنقي، أنا هذه التجربة الديمقراطية في العراق الغير مكتملة الناشئة الحديثة العهد، كيف تقيمها اليوم؟ يعني عام 2010 بعد سلسلة من الانتخابات التي جرت في العراق في هذه الديمقراطية الحديثة، كيف تقيم الوضع الديمقراطي في العراق، العملية الديمقراطية في العراق بعد 7 آذار مارس 2010؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيتي لك أخي الكريم ولضيفيك الكريمين. حول ما تفضلتم به حول مسألة التغيير في العراق، بحسب المعطيات الأولية أن العراق كان في مرحلة تعسفية كبيرة، يعني مرحلة كانت هي لم تكن على وشك الانهيار، بل انهارت ثم بدأت في مرحلة الصفر. ما تفضلتم به من أن الديمقراطية في العراق ديمقراطية بدأت وليدة ثم حصلت فيها حالة من التشنجات، ورغم أنها جاءت بولادة قيصرية